حطي كده البالونه في عصايه المقشه وفري فلوس كتير. تعالى اقولك هنعمل بيها ايه. فكره حلوه جدا بجد، هتندمي انك ما عملتهاش من زمان. هنجيب كده بالونه، اي بالونه عندنا، ونجيب كده عصايه المقشه بتاعتنا، المقشه بقى اللي بتفك مننا اول ما بنيجي نكبس بيها على طول، وبنبتدي نجيب كل يوم. دلوقتي بقت غاليه فعايزين نوفر، هنحط كده بالونه. نجيب المقشه بتاعتنا ونربط كويس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقولك استحاله هتفك منك تاني. وبالشكل ده تكوني وفرتي ان كل يوم تجيبي مقشة او عصاية مقشة. جرب الفكرة دي بجد بجد، انا واثقة ان هي تعجبك. شايفين بقت زي الحديد بالظبط. تكنسي بقى زي ما انت عايزة، استحالة الايد تفك منك. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك، عشان لسه في حاجات كتير ان شاء الله تقدر تفيدك وتكون